عشان الاستريت الكلام ده بشكل اوضح، دلوقتي هتخيل السيجنال بتاعتي اللي هي الموديوليتد بتاعتي شكلها عامل كده. دلوقتي الباند ويث بتاعي ده بي، طبعا انا مكبره قوي عشان يبقى شكل باين بس، وده السنتر فريكونسي اللي هي اوميجا كارير بتاعتي. اوكي، دلوقتي انا بتكلم ان انا لما عملت سامبلنج اللي يحصل دي هتتكرر بقى في كل الاتجاهات، دي هتتكرر هنا وتتكرر هنا وتتكرر هنا وهكذا، تتكرر برضو هناك. النقطه دي اللي هي عباره عن اوميجا ماكسيمم زائد اوميجا سي، اوكي، والنقطه دي اللي عباره عن اوميجا سي ناقص اوميجا ماكس، اوكي. فمعنى كده لو انا عايز السامبلنج بتاعي يبقى اوكي، يبقى معنى كده انا عايز النقطه دي اللي هي النقطه دي عباره عن النقطه دي ناقص اوميجا اس، اوميجا سي، اوميجا اس اللي هي السامبلنج بتاع السامبلنج فريكونسي بتاعتي، لان التكرار بتاعي ده بيريودك ببيريود اوميجا اس، اوكي. فمعنى كده ان انا عاوز النقطه دي ناقص اوميجا اس اللي هي دي عباره عن اوميجا سي زائد اوميجا ماكس ناقص اوميجا اس، كويس، تبقى اقل من اوكي الايه اللي هي اوميجا سي ماينس اوميجا ماكس. وده الكونديشن اللي احنا وصلنا له، ان هو اللي بيحصل ان احنا عندنا لازم السيجنال بتاعتنا تبقى اوميجا اس بتاعتنا اكبر من توايس اوميجا ماكس. لو انا بتكلم بقى ان هنا في باند ويث وخلاص، مش شرط بقى ساعتها يكون عندي كارير فريكوانسي في النص، يبقى بتكلم على الاوميجا اس بتاعتي تبقى اكبر من بي. اكبر من بي يعني اكبر من المسافه دي، يعني معنى كده لما باجي اكرر دي التكرار الاولاني والتكرار الثاني والتكرار الثالث، المسافه دي هتبقى اكبر من دي. فوانس المسافه دي اكبر من دي، يبقى اكيد لما هشفت دي اوكي هتطلع لي ابعد من دي، يعني تبقى ابعد من بي، اوكي، يبقى تبقى موجوده هنا، ما ينفعش انها تبقى موجوده هنا، لان لو كانت موجوده هنا يبقى اوميجا اس اقل من بي. اي حاجه لو هي بتساوي بي كانت هتبقى هنا بالظبط، اي حاجه اكبر من بي هتبقى هنا، اوكي. فمعنى كده ان احنا بنبص اساسا في الحاجات اللي شكلها باس باند بالشكل ده كده، لها يعني فريكوانسي كونتنت محدود، اوكي، مهما كان سنترد فين، اوكي، اللي احنا بنسميها موديوليتد سيجنالز، اوكي. بنبص على الباند ويدث، مش بنبص خالص على الكارير، كارير ما يهمناش خالص. ولو انا بصيت للشكل ده كده بعد ما عملت له السامبلنج دوت بي، انا ممكن برضو بكل بساطه اجي هنا احط برضو لو باس فلتر كده هنا، او مش لو باس فلتر بقى، احط فلتر اوكي اراوند الحاجه اللي انا عاوزها، او الحاجه اللي انا كنت يعني هي الحاجه الاصليه بتاعتي، واخد بس الجزء دوت واشيل الباقيين عشان اقدر احصل تاني على السيجنال الاصليه بتاعتي. فبرضه الريكفري او الريكونستراكشن بتاع الاوريجينال سيجنال هنا ممكن جدا باستعمال ايه؟ باستعمال برضه فلتر بسيط، لان برضه هنا انا ضامن ان الحاجه بتاعتي اللي هي الاوريجينال سبيكترم بتاعي ما حصلوش اليسنج من اي ايه؟ من اي واحد من الايه؟ من الريبيتيشنز اللي حصلت.